بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، مع الدرس العاشر من دروس مادة القرآن الكريم، وهو حفظ سورة المزمل من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 3. أولا الأهداف: من المتوقع في نهاية هذا الدرس بمشيئة الله وحوله وقوته أن يكون الطالب قادرا على 1- أن يتربى على التحلي بآداب القرآن الكريم والعمل بأوامره ونواهيه. 2- أن ينشأ على الخشوع أثناء التلاوة والإنصات عند الاستماع إلى التلاوة. 3- أن يتعود على تدبر آيات الله والتحلي بآداب تلاوة آيات القرآن الكريم عند القراءة. 4- أن يحرص على تلاوة الآيات القرآنية تلاوة سليمة خالية من الأخطاء. 2- تلاوة الآيات. هيا بنا طلاب الأعزاء إلى تلاوة الآيات، فأرجو منكم الانتباه والتركيز وتكرار الآيات معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعيد الآيات مرة ثانية، أرجو من طلاب الأعزاء الانتباه والتركيز وتكرار الآيات، وأن يضع كل طالب يده على الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، أشكركم على حسن استماعكم وعلى أمل اللقاء بكم قريبا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.